أسعد الله صباحكم مشاهدينا، ولقاء جديد جمعنا معكم مع باقة أخبارية منوعة تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقبل أن نبلش نذكركم بضرورة أخذ موعد لتطعيم ضد فيروس كورونا من خلال الكود مشاهدينا الظاهر على الشاشة. البداية مع الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في تويتر، ورصدنا تغريدة توضح عزم القوات الخاصة الكويتية والجيش الأمريكي تنفيذ تدريب مشترك في مجمع الأفنيوز فجر اليوم الثلاثاء. استعدادا للعودة للمدارس، أكد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط المهندس ياسين الياسين أن التجهيزات للعام الدراسي المقبل تجري على قدم وساق لتجهيز المدارس لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد. التفاصيل من خلال هذا الفيديو من حساب وزارة التربية الرسمي في منصة تويتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للاستعدادات للعام الدراسي القادم إن شاء الله، تقوم إدارة الشؤون الهندسية، إدارات الصيانات في المناطق تجهيز المدارس للعام الدراسي القادم إن شاء الله. الصيانات اللي نقوم فيها هو التكييف والأعمال الكهربائية ودورات المياه والمجاري، وكذلك في صيانات أخرى مثل الصبغ، مثل العوازل ملوت الأسطح، وهذه احنا مستمرين فيها لحين ما الانتهاء منها. وان شاء الله يعني شهر 9 راح يكون كل شيء جاهز ونبدا نشغل المدارس ويتم اعدادها بالاشتراك مع الفرق اللي ما بين وزاره الصحه ووزاره التربيه للاستعدادات انها تكون على اكمل وجه ان شاء الله لبدايه العام الدراسي. وكذلك أتمنى لأبنائنا الطلبة عام دراسي موفق إن شاء الله، وتكون الأمور كلها جيدة، والله يزيل عنا هذه الغمة إن شاء الله ونرجع لما كنا عليه بالسابق إن شاء الله. من منطلق المسؤولية المجتمعية، رجال الجيش الكويتي يتبرعون بدمهم ضمن حملة دمي للكويت بالتعاون بين وزارتي الدفاع والصحة في بنك الدم. ولتفاصيل أكثر عن هالحملة ينضم لنا العقيد الركن بحري محمد أبو العوضي، مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، بهالتصريح الحصري. انطلقت صباح اليوم حملة تبرع بالدم تحت شعار دمي للكويت، تنظمها وزارة الدفاع ممثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالتنسيق مع هيئة الخدمات الطبية، والتي تبدأ اليوم وتستمر لغاية 25 أغسطس. تأتي هذه الحملة في إطار تعزيز دور الجيش الكويتي ومنتسبين باتجاه المجتمع، تماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية في مديد العون والمساعدة للمرضى المحتاجين. الهدف من الحملة بالدرجة الأولى هي دعم جهود وزارة الصحة في توفير وتعزيز مخزون الدم وبالأخص الفصائل النادرة للمرضى المحتاجين، وتشجيع المزيد من المؤسسات والأشخاص على التبرع بالدم ورفع مستوى الوعي بشأن الحاجة الملحة لزيادة توفير الدم المأمون للاستخدام متى ما اقتضت الضرورة. نشكر وزارة الصحة ممثلة ببنك الدم المركزي على الجهود الكبيرة التي تبذل من تجهيز المعدات الطبية اللازمة الخاصة بالتبرع واستقبال المتبرعين من منتسبي الجيش، ونتمنى من الجميع المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية والتطوعية اللي من شأنها أن تخدم المرضى المحتاجين وتعزز ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع. كل الشكر للعقيد الركن بحري محمد أبو العوضي، مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، على هذا التصريح الحصري لبرنامج ترانز.
مشاهدينا، تحت هاشتاغ انفجار عكار تداول المغردون خبر مغادرة طائرات الخطوط الجوية الكويتية إلى دولة لبنان الشقيقة، وعلى متنها وفد من مركز الباطين لجراحة التجميل والحروق برئاسة الدكتور قتيبة الكندري رئيس المركز للإشراف على عملية نقل 6 مرضى إلى مركز الباطين في الكويت لتلقي العلاج اللازم. التفاصيل من حساب نيوز كي تي في الرسمي في منصة تويتر. خبرنا التالي حول تحقيق منتخبنا الوطني لكرة الماء المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الخليج للألعاب المائية في دولة قطر الشقيقة بعد ما تعادل في المباراة النهائية مع المنتخب السعودي. التغريدة اللي رصدناها مشاهدينا من حساب كويت سبورت في منصة تويتر. تحت هاشتاغ لقاح فايزر اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي بخبر حصول اللقاح المضاد لكوفيد 19 على التصريح الكامل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام على الأعمار 16 عام فما فوق. نشوف معكم التغريدة من الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وسط دعوات من السلطات الأمريكية للسكان إلى الحذر مع خطر حصول فيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي بسبب إعصار هنري، تحولت فعلا يعني بعض الشوارع إلى شلالات بسبب هذا الإعصار. التفاصيل مشاهدينا من حساب سكاي نيوز عربية في تويتر. يقول المتنبي إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. هذا اللي صار مع مدير مركز للتدريب السياحي في جنوب أفريقيا، واللي قعد الصبح وأثناء تحضيراته أو تحضيره لقهوته تفاجأ بأسد ناطرة من وراء الشباك. التفاصيل بهذا الفيديو المتداول في حسابات تويتر. But
وبكذي وصلنا معاكم الختام، نشوفكم باكر على خير بنفس هذا الموعد، في أمان الله.